بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في المرة السابقة توقفنا عند أو أكملنا الشابتر اللي بيحكي عن الجروث هرمون. الجروث هرمون قسمناه إلى جزئين، الجزء الأول سميناه جروث هرمون 1 والجزء الثاني بنسميه جروث هرمون 2. بالجزء الأول شرحنا عن هرمون النمو، شو تأثيره على الدهون، شو تأثيره على السكريات، شو تأثيره على اللي هي البروتينات، وشفنا أيضا عمل هرمون النمو مع السوماتوميدنز. اليوم راح نتطرق لتركيب هذا الهرمون ونشوف شو العوامل اللي بتأثر على إفرازه، العوامل اللي بتأثر على إفرازه. الجروث هرمون بشكل عام اللي هو أبورشن، بشكل عام لو أجينا شفنا الجروث هرمون هو عبارة عن الـ A portion of circulation growth hormone is bound to plasma protein that is large fragment of extracellular domain of growth hormone receptors. بيحكي عن إنه الـ growth hormone دائما بيرتبط bounded مع بروتينات. احنا اتطرقنا لفكرة إنه يكون عندنا الهرمون إما يكون free ماشي لوحده بالدم أو إنه يرتبط مع بروتين ويمشي هو البروتين، فبنسميها bound تو بلازما بروتين. الجروث هرمون عادة جزء منه كبير بيرتبط مع الباوند بلازما بروتين، وهذا اللارج فراجمنت اوف اكسترا سيلر دومين اوف جروث هرمون ريسبتورز. وجدنا او وجد انه 50% تقريبا 50% من السيركوليتنج بول اوف جروث هرمون بتكون هاي باوندد مع اللي هي باوندد مع بروتين، يعني 50% من هرمون النمو اللي بالدم بيكون مرتبط مع بروتينات، وهاي الحاله بتشكل ريزيرفرز احتياطي للهرمون بيظل موجود داخل الجسم اذا صار في عندنا وايد فلكتويشن ذات اوكير ان سيكريشن. بمعنى انه 50% من هرمون النمو مرتبط مع البروتينات، هاي الحاله بتشكل حاله احتياط لما يصير في فلكتويشنز. شو معنى فلكتويشن؟ فلكتويشن اللي هي بسموها التقلبات، لما يصير في عندنا تقلبات معينة داخل الجسم بإفراز هذا الهرمون بنقول عنها اللي هي حالة انه الهرمون يكون مرتبط مع البروتينات. الجي بروتين هذا او عفوا الجروث هرمون بايندينج بروتين ليفل، هذا بنقص في حالة مرضى السكري او في حالة انه يصير في سوء تغذية أو في حالة نقص إفراز هرمون الغدة الدرقية أو في حالة اللي هي الأمراض الليفر أمراض الكبد، وبيزيد في الأوبوسيتي وبيزيد بالإستراديول ثيرابي اللي بتعالجوا به اللي هو هرمونات الأنثوية أو يسموهم الإستراديول ثيرابي. إذا الجي بروتين هذا أو الجي هرمون الجروث هرمون دائما الليفل تبعه بنقص في حالة مرضى السكري وحالة اللي هي سوء التغذية، إضافة إلى أنه في حالة أنه يصير في عندنا هايبو ثايرويدزم أو ليفر ديزيز. الجروث هرمون بشكل عام متابولايزد رابيدلي، كيف يعني؟ أنه بيصير في إله أكسيديشن في الليفر، والهالف لايف إله بتعداش الستة إلى 20 دقيقة. هاي الشغلة الخاصة بالجروث هرمون انه ما بيطول بالجسم. النورمال كونسنتريشن للجروث هرمون في البلازما بتجاوز ما بين 1.6 to 3 نانوغرام بير ملي لتر about versus او 6 نانوغرام بالتشايلد. اذا لاحظوا تركيز هذا الهرمون قليل جدا، تعرفين النانوغرام قديش؟ نانوغرام كمية بسيطة جدا، لكن اذا ملاحظين انه لما يكون في الكبار بيكون تركيزه قليل، بينما في الصغار في الأطفال بيكون 6. يعني شوفوا تركيزه بالأطفال 6 نانوغرام، بينما تركيزه بالكبار اللي هم الأدلت ما يعادل 1.6 لـ3. هذا بالنسبة للجروث هرمون. إذا من هذا السلايد بدك تعرف إنه الجروث هرمون بيرتبط مع البروتينات 50% مشان يشكل احتياطي لما يصير تقلبات في إفرازه، إضافة لإنه الجروث هرمون بروتين هذا بينقص في حالة مرضى السكري أو إذا صار سوء تغذية. لذلك دائما الأطفال الصغار لازم ما يصيرش عندهم سوء تغذية مشان يصير عندهم نمو يعني طبيعي، اللي بيصير في عندهم اختلاف في برنامجهم الغذائي عادة أو اللي بيصير عندهم سوء تغذية بيعانوا من قصر القامة. هذه تقريبا اللي هو الـ
هذا السلايد بيحكي عن اللي هي الريسبتورز تبعين الجروث هرمون. الريسبتورز في عندنا شيء اسمه بيجفيسومانس موديفايد فيرجن اوف هيومن جروث هرمون ديزاين تو بايند اند بلوك ذا جروث هرمون ريسبتورز. The growth hormone receptors antagonist used in treatment acromegaly. لاحظوا هذا المنتج هرمون يشبه هرمون اللي هو النمو. هذا بيصير عند الناس أو هذا هو علاج للناس اللي عندهم عملقة أو الناس اللي عندهم زيادة في أحجامهم أو في زيادة في أوزانهم أو زيادة في الطول. بيجوا بيعطوهم إشي اسمه بيجفيسومانت. هذا بيشتغل زي اللي هو الهرمون، بيجي على الريسبتورز وبرتبط فيهم ويعمل بلوك لمين؟ للجروث هرمون، بخليش الجروث هرمون يضل شغال ويضل يطول هذا الشخص. عرفتوا شو المقصود بالبيجفيسومانت؟ البيجفيسومانت هو عبارة عن هرمون مصنع، صنعوه بالمختبر، وهذا بيجي بيعمل بيرتبط مع الريسبتورز وبيعمل بلوك لمين؟ للجروث هرمون، بخليش الجروث هرمون يشتغل. بشكل عام الجروث هرمون بيشتغل كيف؟ انه بيجي بيرتبط مع الريسبتورز على الخلايا كلياتها، والجروث هرمون بيجي على البلازما ممبرين ما بيجي جوا، وبيعمل سكند ماسنجر وبشغل البروتين كاينيز، واذا شغل البروتين كاينيز تيروسين كاينيز بفوت على داخل النواة عن طريق السكند ماسنجر وبشغل اللي هي الدي ان اي وبطلع بروتينات جديدة. بس عرفتوا شو معنى البيجفيسومانس؟ هو عبارة عن علاج العملقة للناس اللي بيطولوا كثير، بنطوهم هذا العلاج بروح على الريسبتورز بيرتبط مع الريسبتورز وبيمنع الجروث هرمون من انه يشتغل. used in treatment of acromegaly. acromegaly هسه راح نشوفهم هذول acromegaly الناس العمالقة وخاصة بيكونوا بالادلت. الهايبوثالاميك سيكريشن اوف جروث هرمون سيكريشن. كيف الهايبوثالاموس بتسيطر على الجروث هرمون سيكريشن؟ بشكل عام الجروث هرمون ريليزنج هرمون اللي stimulate both synthesis and release of growth hormone. الهايبوثالاموس تصنع شيء اسمه GHRH. هذا بيجي على البيتيوتري وبيعملها تحفيز مشان تفرز الجروث هرمون. الجروث هرمون بروح على الليفر وبحفزها تفرز الاي جي اف. اذا بتتذكر الاي جي اف شو قلنا عنه؟ الاي جي اف هو عبارة عن هرمون او بروتين بيعمل امبليفيكيشن، بيساعد الجروث هرمون على عمله، روح على التارجت تيشو. اذا ملاحظين هون الهايبوثالاموس بتحكم بالبيتيوتري، اما انهيبيشن او اكتيفيشن. انهيبيشن بواسطه ماتوستاتين واكتيفيشن بواسطه الجروث هرمون ريليزنج هرمون. وين في عندك بلس وين في عندك ماينس؟ الماينس اللي هي انهيبيشن، وبالتالي السوماتوستاتين بيعمل على شيء ما يسمى ب اللي هي inhibition of pituitary to produce growth hormone releasing hormone. السوماتوستاتين بشكل عام السوماتوستاتين has no effect on synthesis but inhibit the release of growth hormone. يعني بمعنى آخر السوماتوستاتين، السوماتوستاتين هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن بروتين، بس هذا بيعمل زي بلوك للgrowth hormone. هنا بحكي لنا عن اللي هي الريسبتورز الالفا 2 ادرينرجيك اجونيستكس دوبامينرجيك نيرجيك اجونيستك كلونرايد ليفودوبا انكريز ذا ريليز اوف جروث هرمون وايل بايريدوستامين اوف كولينرجيك ايجنت انهيبيت سوماتوستاتين ريليز. اذا في شيء بيعمل ريليزنج للجروث هرمون وفي شيء بيعمل انهيبيتنج للجروث هرمون. الاي جي اف مثل ما قلنا لكم بالعادة الـ IGF تعمل stimulate للـ hypothalamus، stimulate أو بتعمل stimulate the hypothalamic release of somatostatin، تروح تعمل stimulating لـ somatostatin and inhibit the growth hormone releasing hormone، وبالتالي بصير في عندنا by direct action. إذن الـ hypothalamic control of growth hormone secretion بواسطة إما somatostatin inhibition أو growth hormone releasing hormone secretion. الهايبوثالاموس secretion بيأثر الـ behavior feeding signals، بمعنى انه في عندنا بعض الـ behavior feeding signals، انه some area of hypothalamus that sensitive to blood glucose concentration. وجدوا انه الـ glucose concentration بصير او اللي هو الـ growth hormone بتحفز بالأكل.
باي فيدنج، ولقوا انه الجلوكوز كل ما زاد بالدم كل ما صار الهايبوثالامكس يشتغل بصوره كويسه، بمعنى انه الهايبوثالامك سيجنالز بيجي بالبيهيفير فيدنج سيجنالز او الايموشن بالستريس تراوما سيجنالز. يعني بمعنى اخر الستريس احيانا له علاقه بالجروث هرمون، بمعنى انه الكاتيكول امين والدوبامين والسيروتونين each of which is released by different neural system in the hypothalamus all increase the rate of growth hormone secretion. بمعنى انه الدوبامين والسيروتونين هذول هم هرمونات منشطه للجسم، والكاتيكول امين اللي هو الادرينالين، الكورتيكال امين هي عباره عن قبيله بتحتوي على الادرينالين والنور ادرينالين. هذول الهرمونات شو بصير لهم؟ هذول بيزيدوا من شيء اسمه اللي هو ما يسمى بال بسموها releasing of growth hormone. الستريس والتراوما او ما تسمى بالصدمه او بالستريس او الايموشنز العواطف وافراز الدوبامين، هذول منشطات كلياتهم، هذول بيزيدوا من الجروث هرمون سيكريشن. بمعنى اخر الجروث هرمون releasing هرمون هذا اللي يفرز من الهايبوثالاموس بالعاده بكون على سبيسيفيك، بيجي على البلازما ممبرين للخلايا سوماتوتروفيك سيلز، الريسبتورز على الافتر سيرفيس للجروث هرمون سيلز على البيتيوتري. هذا الجروث هرمون ريليزنج هرمون، جروث هرمون ريليزنج هرمون هذا بيجي من وين؟ هذا يفرز من الهايبوثالاموس، هذا محفز للجروث هرمون. اجي على البيتيوتري هون، بس يجي على البيتيوتري هون بده يرتبط على البلازما ممبرين ريسبتورز لانه مش ستيرويد، الستيرويد بفوت مباشره جوا على النيوكليوس. الريسبتورز هذول مجرد ما وصل هون بده يعمل تحفيز لنوع من بروتين ادينيل سايكليز سيستم داخل السيل ممبرين، هي عمل لها تحفيز هون هاي الادينيل سايكليز سيستم، بالتالي طلع عنا شيء اسمه سايكليك اي ام بي وحفز بروتين كاينيز وراح فتح قنوات الصوديوم. الكالسيوم الشورت تيرم افكت از to increase calcium ion transport into the cell within a minute. This causes fusion of growth hormone secretory vessels within cell membrane and release of growth of the hormone into blood. إذا somatotrophic cells خلايا الغدة النخامية دائما بتم عملية تحفيزها بواسطة growth hormone releasing hormone اللي بيجي من الهايبوثالاموس ويؤدي إلى فتح بوابات اللي هو الكالسيوم، وهي بسموها short term effect. long term effect اللي بزيد transcription هون وهذا بالنواة وهذا بيعمل gene stimulation synthesis لنيو growth hormone. إذا من هذا السلايد بدي تعرفوا إنه الجروث هرمون يفرز بتحفيز من الجروث هرمون ريليزنج هرمون من الهايبوثالاموس عن طريق ارتباطه بالبلازما ممبرين وتحفيز السايكليك اي ام بي از سكند مسنجر، والبروتين كينيز بيدخل لهون اما لونج لوب بيساوي جروث هرمون بفرز، او انه بيجي بيعمل بيفتح بوابات الصوديوم الموجوده هون الكالسيوم هون، وبالتالي بكون تاثيره اما على فتح الكالسيوم قنوات الصوديوم او انتاج اللي هو الجروث هرمون من الدي ان اي. بشكل عام الريجوليشن للجروث هرمون سيكريشن، الجروث هرمون له علاقة بالليل والنهار، بمعنى شوفوا الصباح بكون مرتفع الجروث هرمون، بالميد نايت بداية هذا سترينيوس اكسرسايز لما واحد بيلعب رياضة، بالميد نايت بالليل برضه بيرتفع. لذلك الجروث هرمون له علاقة بالليل والنهار. اللايف لونج جروث سيكريشن ديكريز سلولي وذن ايجينج، مع العمر بصير الجروث هرمون ينقص. لذلك بعد سن 20 أو 25 بنزل 25% من كمية أو من concentration تركيز الجروث هرمون ليفل. بعدين بلساتايل هو يفرز. كيف بلساتايل؟ يعني مرة بكون عالي مرة بكون واطي، مرة بكون عالي مرة بكون واطي، increasing and decreasing بزيادة بنقصان. Characteristically increase during the first 2 hours of deep sleep. دائما أول ساعتين من النوم بيكون هرمون النمو عالي عند الإنسان. وجدوا تحليل الدم لواحد لشخص أول ساعتين نام لقوا إنه كمية الهرمون بيكون عالية عنده، دليل على إنه الفلكشويشن إله
بيرتفع مع الليل والنهار. شو اللي بيحفز على إفرازه وشو اللي بيضبط من إفرازه؟ اللي بيزيد من إفراز الجروث هرمون زيادة السكر بالدم وزيادة الدهون وزيادة البروتينات وستارفيشن أو فاستنج بروتين ديفيشنسي. الستريس مثل ما قلنا لكم الستريس بيزيد من إفراز هرمون. الرياضة بيزيد من إفراز هرمون النمو. التستوستيرون والاستروجين هرمونات الجنسية لها علاقة بالجروث هرمون. النوم العميق الجروث هرمون ريليزنج هرمون والجريلين من المعدة. إذن هذول اللي باللون الأحمر بيزيدوا من إفراز الجروث هرمون. شو اللي بيمنع من إفراز هرمون النمو؟ اللي بيمنع هرمون النمو اللي هو زيادة البلد، هنا نقصان البلد جلوكوز، بس زيادة الأمينو أسيد بيزيد من الجروث هرمون. العكس تماما، إذا زاد السكر بالدم بيقلل من الجروث هرمون، لذلك مرضى السكري بيعانوا من قصر القامة. increased blood free fatty acid، إذا زاد فري فاتي أسيد برضه بيقلل من الجروث هرمون. الكبر الشيخوخة بتقلل من هرمون النمو، بتمنع الأوبسيتي برضه، الأوبسيتي اللي هي السمنة. جروث هرمون انهبيتوري هرمون سوماتوستاتين والإكسوجينيوس اللي بياخذ جروث هرمون بشكل خارجي ممكن يضبط إفراز هرمون الجروث هرمون. سوماتوميدين انسولين لايك جروث فاكتورز انهبيت سوماتوميدينز اللي هي اللي بتشتغل بدل الجروث هرمون. إذا صار عندنا ما يعادل يعني استيميليت جروث هرمون سيكريشن وانهبيت جروث هرمون برضه سيكريشن. إذا هذول العمودين وضح لنا اللي هو ماذا يزيد وماذا ينقص من اللي هو إفرازات الجروث هرمون. لو شفنا هون effect of protein deficiency in growth hormone level، البروتين deficiency لازم هو البروتين محفز لإفرازه. after depletion of body stores of protein or carbohydrate growth hormone level increase to as high 50 نانوغرام بير ام ال، بعد ما ينقص تقريبا اللي هو البادي ستور اوف بروتين اند اور كربوهيدرات الجروث هرمون بزيد لانه بده يعوض كميه البروتين الموجوده. Very high level of growth hormone in children with extreme protein deficiency during protein malnutrition condition cash worker. طيب هذا بيقول لنا انه كميه البروتين يجب ان تكون ثابته حتى يكون افراز الهرمون النمو عالي جدا. الكربوهيدرات بشكل عام treatment but effectiveness of protein treatment in lowering growth hormone concentration. إذا treatment with protein supplement decreases hormone level. لازم يكون كمية البروتينات الموجودة مساوية للكمية اللازمة لصناعتها هرمون اللي هو النمو. Under severe condition في حالات حرجة جدا البروتين مال نيوتريشن نقص البروتينات الموجودة والأدكويت كالوريز ألون آر نوت سافيشنت تو كوركت ذا أكسس برودكشن أوف جروث هرمون، بمعنى آخر مش دائما وجود البروتينات بصنع هذا الهرمون بصورة سليمة جدا. لذلك البلازما جروث هرمون تركيز البلازما بيختلف لما يكون في عندنا بروتين ديفيشنسي. شوف عندنا هون تركيزه كان عالي جدا لما نقص البروتين. كربوهيدرات تريتمنت أقل، البروتين تريتمنت بروتين بعد 25 يوم لقينا أنه إذا ضلينا نعالجه بالبروتينات راح يكون كميته قليلة جدا. الميجر لونج تيرم كنترول أوف جروث هرمون سيكريشن بقول لنا الجروث هرمون بيعتمد على التغذية وهذا بيعتمد على كمية البروتين الموجود بالجسم. النيوتريشنال ديفيشنسي أور أكسس تيشو نيد فور سيلولار بروتين مثل exercise in some way increase the rate of growth hormone. قلنا عمليات الرياضة بتزيد من إفراز هذا الهرمون. The growth hormone in turn promotes synthesis of a new protein while at the same time conserving protein already present in the cells. The growth hormone in turn promotes synthesis of a new protein، بمعنى آخر إنه هرمون النمو دائما بحفز على صناعة بروتينات جديدة مشان يكبر حجم الإنسان أو حجم الحيوان، لأنه أورد الوظيفة الرئيسية للجروث هرمون اللي هو زيادة الحجم أو الكتلة.
طيب بهاي السلايدات اللي هيك اللي راح نشوفها راح يحكي عن الابنورماليتيز للجروث هرمون. شو الابنورماليتيز؟ اللي هي ما تسمى ب نقدر نقول يعني الاختلالات اللي بتحدث عند الاشخاص. خليها المره الجايه ان شاء الله راح نعطيكم عنها بالتفصيل. لهون بكفي اليوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.